ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة المسيلة الجزائرية سيد رشيد الزين، عضو لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان الجزائري. مرحبا بك سيد الزين معنا. ما أبعاد هذا القرار وما دلالات التوقيت أيضا؟ شكرا على الاستضافة. في البداية القرار هذا جاء متأخرا كثيرا. نحن هذا ليس منع وإنما تصحيح لوضعية، لأن هذه المدارس الخاصة التي حصلت على الرخصة من الوزارة الوصية وزارة التربية الوطنية يعني ينبغي عليها، يجب عليها أن تلتزم بالمناهج التربوية التي تقررها الوزارة التي منحت الترخيص. وبالتالي إن هذه أو بعض هذه المدارس التي اختارت تغيير هذه المناهج واعتماد المناهج التربوية الفرنسية قد خالفت القانون وخالفت مقتضى تلك الرخصة التي حصلت عليها لفتح هذه المدرسة الخاصة. هذا القرار جاء متأخرا كثيرا، قرار التصحيح يعني، وليس المنع، ليس قرارا تأسيسيا، وإنما هو تصحيح لوضع كان خاطئا ومخالفا للقانون. لا تسمح، ليس هناك أي دولة ذات سيادة تسمح بأن يدرس يعني أبناؤها وفق مناهج دولة أجنبية في مدارسها التي تعتمدها وزارتها. إذا سألتني عن الخلفية أو عن القراءة السياسية أو عن، بغض النظر عن كل قراءة، هناك هوى للتخلص من تبعات المستعمر القديم، خاصة المستعمر الفرنسي باعتباره أسوأ الاستعمارات التي عرفتها البشرية، وبعض الشر أهون من بعض، لأن هذا الاستعمار جاء ليمحو الخصوصية الثقافية ويمحو اللغة، لغة الأهالي، لغة أهل الأرض يعني. فهو التخلص من هذا الاستعمار أصبح إفريقيا وليس جزائري فقط، والجزائر جزء من إفريقيا، جزء من المستعمرات الفرنسية السابقة، وآن لها أن تنظر إلى مصالحها الاستراتيجية. العالم أوسع من فرنسا والثقافة أوسع من الفرنسية. الآن لغة العلم ولغة الثقافة ولغة اللغة التي يفهم بها العالم ويتخاطب بها العالم معروفة هي اللغة الإنجليزية. والجزائر رغم تأخرها كثيرا في اعتماد اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية التي يعني كما يذكر الكثيرون أنها أصبحت تعرف انحسارا حتى داخل فرنسا نفسها، آن للجزائر أن تنتقل إلى العالمية أو إلى الثقافة العالمية ولغة العالم وأن تختار يعني اللغة نعم الإنجليزية. أستاذ زين، ولكن ألن يربك هذا الوضع الدراسي للطلاب الذين تلقوا تعليمهم منذ المرحلة الابتدائية في هذه المدارس تحضيرا للمرحلة الثانوية؟ نعم أختي، بالنسبة لي على الأقل هذه قناعتي، أن مصلحة، ولو إذا تضررت مصلحة تلميذ واحد جزائري على الأرض الجزائرية، ينبغي للوزارة الوصية أن تتحرك وأن تعالج هذا الأمر، فضلا عن أن يتعلق الأمر بعدد يعني من المواطنين. لكن اسمح لي أن أقول، الشعب الجزائري وأبناء الشعب الجزائري في عمومهم الغالبية العظمى تدرس في المدارس الحكومية العمومية، وأن هناك بعض الجزائريين من ميسوري الحال ممن اختار الانتساب إلى المدارس الخاصة باعتبارها تقدم تعليما يعني نوعا ما في ظروف أفضل من المؤسسات العمومية. هؤلاء الذين يبدو أنهم قد تضرروا من هذا القرار التصحيحي يصحح وضعية خطأ، هم أصلا في المربع الخطأ، وإن كانوا مواطنين جزائريين لهم الحق في أن يراعوا مصالحهم، لكن أن تراعى وفق القانون واحترام السيادة الوطنية والقانون والمنظومة القانونية الوطنية. ينبغي لهذه المدارس أن تلتزم بما ولكن لماذا الرخصة لم التي يتم منحت لها.